القطة الصغيرة تبكي عند قبر أمها. انظروا، إنه باوزر ومعه ثلاث كلاب لطيفة. مرحباً أيتها القطة الضالة، ماذا تفعلين هنا؟ هذه أراضينا، يا كلاب اهجموا. من فضلك لا. أوه لا، هذه مشكلة. أولا توقفوا. أنت آمنة الآن قطتنا الصغيرة. مهلا، أتتحداني؟ ماذا؟ خذ هذا. ماذا؟ كلابي، ماذا حدث؟ أنقذ ماريو القطة الضالة، هيا لننضم إليه. أولا، السيد أسنان قادم القبض على القطة الصغيرة. لن يحدث ذلك أمامي. السيد أسنان قام بعض لسان ماريو. أولا، لدي لساني بعد. أتريدين سريراً جديداً يا قطتنا الصغيرة؟ لدي فكرة لسرير القطط باستخدام مقعد المرحاض، وبالطبع مستوحى من الأسنان. لنضع بعض هذه الأسنان الكبيرة هنا، والآن لدينا فم بأكمله. إنه يفتقر إلى شيء. ماذا عن حرية بحر؟ لا، أحتاج فقط للشبكة، سأستخدمها لتعليق سرير القط. تدا، سرير متأرجح للقطة. يوم جميل في صندوق الرمل، احترسي. أوه لا، ماذا حدث القطة الصغيرة؟ لقد أصبحت مسطحة. أوه، أنا أعرف، لنجعلها طبيعية مجددا. ها قد عادت. انظروا إلى هذه الآثار اللطيفة. لدي فكرة، ماذا عن استخدام واحدة منها كقالب ومن ثم نصب بعض اللماع السائل؟ تحققوا من ذلك. قلادة بشكل أصابع. لنستخدم ماء الويج السحري هذه المرة. نصبه على الرمل للكشف عن عنصر مفاجئ. هل يمكنكم تخمين ما هو؟ الآن لنشطف هذه القطعة من الرمل ونرى ماذا سنحصل. حقيبة ظهر صغيرة لطيفة، مثالية للقطة الصغيرة. هل هذا ماريو؟ من غيري؟ من يمكن أن يلتقط القطة الصغيرة؟ أجل، الفحم جاهز، شواء الفطر. لنشوي القط. وداعاً، استمتع. قطتي، أولى، ماذا حدث لقطتي الصغيرة؟ لن أنساك أبدا، سأفتقد خدوشك، جمالك، حتى قمامتك. هذا أنت؟ واو، إنها حقا أنت، أنت بخير. لنطهو، لن أتركك تغيبين عن ناظري أبداً. أوه لا، هذا مقزز، أكاد أحملها. أوه لا، انظروا، سقطت على اللعبة وعلى وجهها. أنت فعلت هذا، أنا غاضبة جدا. خذي هذا. ذاب صندوق القمامة. هذا سيء جدا، لنجرفك إلى المرحاض. لنصلح صندوق القمامة. ها هو، نظيف وجميل. ماذا؟ ما هذا؟ على أي حال، أيتها الطبيبة، القطة بحاجة للمساعدة. ماذا حدث؟ قلب القطة الصغيرة يضعف تدريجيا، من فضلك أنقذيها. ضعف ضربات القلب؟ نحتاج إلى جهاز الترويم الصاعق، لنشحنه الآن. مجددا. لا، روح القطة الصغيرة. ومن هذا؟
ملاك موت القطط. أوه. هذا مخيف جدا، ولكن لا نفقد الأمل، لنقدم لقطتنا سمكة الطاقة. رائع، قلبها يتجدد وهي حية وبصحة جيدة. أوه. هذا أمر مستحيل. ياي، القطة بخير الآن، لنلعب لعبة صغيرة، نضعك هنا. هدف مثالي. الآن لنلعب بولينج. أنقذ القطة يا ماريو بسرعة. أمسكتك. قطة مسكينة. ها؟ أوتش، إنه حاد. لنستخدم هذه الكرات المقطوعة إلى نصفين لتغطية الحواف الحادة. الآن كلها ناعمة. واو، مكان رائع للجلوس، ولكن يمكن للقطة الصغيرة فقط أن تصل. إنها تحبه. إنها بأمان الآن. أتشو، ما هذا؟ ها؟ ذراع قطط؟ خذي هذا. لم أصبها. قطتي صغيرة لطيفة. أتشو، أوه، فروكي في كل مكان. ماذا يمكن أن نفعل؟ أوه صحيح، يمكنني استخدام هذا لتمشيطك. انظري، إنه يتخلص من الفراء، ويمكنني استخدام هذا لصنع شيء لطيف، وبلمسة نهائية بعض الطلاء. واو، قبعة ماريو صغيرة لطيفة، تناسب بشكل مثالي. لطيفة جدا، أنت جميلة جدا. أوتش أوتش أوتش، ماذا فعلت؟ مخلب حاد. لنضع بعض الندهان الخفيف على هذه الكفوف الصغيرة الجميلة، وبالطبع نستخدم قفازات صغيرة جميلة لكفوف القطة. أها، الآن يمكنني اللعب كما تريدين. القطة سعيدة الآن. فلفل حار. يم. أولا. ضرب البنطلون. لكن لدي فكرة. نحشوه بالألعاب. الآن نغلقه باستخدام الشريط. هكذا. وسادة مثالية لقطتي. لقد أحبتها. نعم أنت. أوه، لازلت بدون بنطلون. تم تحديد هدف جديد. انتظروا فقط، انظروا إلى تنورتي الجديدة، أليست رائعة؟ أنا أحببتها أيضاً. أوه لا، أشم رائحة المتاعب. لا، قطة سيئة. ما هذا؟ أوه. 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 أوه لا، يجب أن أفعل شيئاً. حسناً، من الجيد أن لدي هذه البركة، نملأها. رائع، هيا تعال هنا. تبدو سعيدة. حسناً، لدي لعبة جديدة لك. أتريدين اصطياد بعض الأسماك؟ ما طريقة ذكية لإسعاد القطة وإبقائها منشغلة. مرحبا يا قطتي الصغيرة، أتريدين اللعب؟ أين بنيامين؟ دخلت القطة. حسنا، حان وقت بدء الغسيل. لا 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 لا،
المكان؟ أنا قطتي المسكينة أنا آسفة جدا. أنا؟ أنت حية، ابقي هنا الآن. انظري ماذا صنعت، غسلت ملابس خاصة بكِ. حسنا، نلصق لوحة خشبية للمسح على الجانب. ممتاز، تعال هنا. لا مزيد من الحوادث. هذه الحبوب لذيذة جدا. يم، لدي ايضا شيء لك. يبدو انها لم تهتم بالطعام. انا اعرف، يمكنني استخدام هذا الروبوت الصغير. انتظري لحظة، تعالي إلى هنا، أنا متأكدة أنه سيعجبك. الروبوت يترك أثراً من الطعام، والآن القطة أحبته. رائع، من هو متحمس لهدية عيد ميلاده؟ واو، هذه القطة لديها كل شيء، صندوق الرمل المميز وجميع الألعاب، حتى ثلاجتها الخاصة مليئة بالطعام اللذيذ. يا للروعة! أنا أحبك يا قطتي. اسمعي، ماذا؟ يمكنني أن أشرح. لا أريد قطة في هذا المنزل. ما الذي كنت تفكرين فيه؟ آسفة. ماذا؟ القطة سوف تلد بسرعة، اختفينا. نعم، لننطلق للمستشفى. أوه، قد يكون الأمر صعبا، ولكن يمكنني فعل ذلك. أمسكي الأول. واو، استمتعي هنا يا صغيرتي. اثنين، ثلاثة، أربعة قطط صغيرة، تهانينا. واو، صباح الخير. أوه، مراد القطط. أعتقد أن لدي فكرة. ماذا ستفعلين بهذه؟ هذه الخطوة الأولى. الآن نملأه بالحصى الخاصة بالقطط. ممتاز، لا أحتاج هذه اللعبة بعد الآن. الآن، هيا. حسناً، ومادة لاصقة فائقة القوة لجعل صندوق الحصى أكثر راحة. أخيراً، ورق التواليت. واو، صندوق الحصى يبدو رائعاً. القطة أعجبت به، إنها تقضي حاجتها، وحتى تستخدم ورق التواليت. أعرف ماذا أفعل به. لنلعب، نصور ونطلق. القطة تسبب الفوضى في كل مكان. ما هذا؟ يجب أن نفعل شيئا. ما تقصدين؟ لا، ما الذي تخفينه؟ لا شيء، أتحدث مع نفسي فقط. سأذهب الآن. الآن نقوم بتنظيف مخالبك باستخدام هذا الجهاز. كل ما نحتاجه هو بعض الماء. أعطني مخلبك. هيا، نحن ننظفه. والآن حان وقت الجهاز الآخر. تعالي هنا يا صغيرتي. سنقوم بتقليم أظافرك. ممتاز. مرحبا. هذا قفاز تنظيف. ما كل ما علي فعله هو أن أحضن قطتي. أترى؟ حسناً، في النهاية هذا الشيء الصغير الشقي نظيف كلياً. ماما، أنت تتحدثين؟ لا، لا أحد، أنا أتمرن. ماذا؟ سأقوم بتنظيف الحاجبين. دعني أريكي. أرأيتي؟ ها؟ ما
ماذا فعلت؟ أين نضع هذا الصبار؟ هيا هيا هيا. أوه، أعطني هذا. آسفة، نحتاج لبعض الأبواب الصغيرة. لا يخلو من الزخرفة وبعض الفرش. القطة تحب أن تتنظف. ما هذه الرائحة؟ ماذا؟ أنا لا. أوه، لابد أنه أوسكار. حسناً، نظفيه. أنت نظفيه. أنا أحمل البيتزا. حسناً حسناً. هذا نتن، إنها في أرجاء المكان. ليس لوقت طويل، لنستخدم علب البيتزا لعمل مرحاض صغير للقطط. لطيف جدا. لقى زيرا للقطط وورق حمام صغير. إنه جميل للغاية. لا مزيد من المفاجأة ذات الرائحة الكريهة. ستستخدمها بالتأكيد. ولنضع بعض الألعاب. كلا، لا تستطيع القطط لعب ألعاب الفيديو. لما لا؟ ستقيم قطتنا حفلة شاي. ليس بينما أنا هنا. لذيذ. وجدتها. انظري للعبة القطة الذكية هذه. تضع بعض الطعام بالداخل وسوف تأكل القطة وتلعب. رائع. ملكي 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 ملكي, ملكي. حصلت عليها. يوم. ما أنت؟ الطعام هو طعام. وعاء ماء للقطة. انسي هذا. قطتنا تحتاج إلى نافورة ماء. تحب القطط المياه الجارية، وهي أكثر صحة أيضاً. الآن الطعام. ليس وعاءً عادياً. لنجعل برجاً من الأوعية. يمكن أن تختار القطة ما تريد أكله. لا يمكن أن تكون صعبة الإرضاء إذا كنا وضعنا كل شيء. كفك. وليمة ملوك لقطتنا الملكية. أشعر برغبة بتجربة شعور القطة اليوم. أوه كلوي، لنصنع سريرا لقطتنا. صندوق مع وسادة كبيرة سيفي بالغرض. نضيف هذه المنضدة الصغيرة. ماذا يجدو على الراديو اليوم؟ أوه، موسيقى جميلة. إنها كذلك. أوه، خطرت لي فكرة. سأصنع أرجوحة قطة. فقط أمهلوني لحظة. ليس سيئا يا أختي. ممتاز. ولا ننسى الفأرة بالطبع. الآن سنكون جميعنا سعداء ونحتفل. ماذا سنضع على أرضية منزل القطة؟ ماذا عن الصحف؟ ماذا؟ لا. حسناً، سجادة. حظاً سعيداً بتنظيفها. حسناً أيتها المتذاكية، أي أفكار؟ الطبيعة هي الحل. بعض التربة، نضيف عليها بعض البذور. لا أحد لديه الوقت لذلك. تحتاج البذور للضوء لتنمو. ماذا؟ كانت تلك بذور عشب مزيف. واو، هذا مذهل. إنه ناعم جدا. سوف تحب القطة هذا. انظري،
بعض من صوري. دعونا نحسن من هذه الصور. هذا غير مقبول. دوري، حان وقت ثأري. أنا لا أبدو هكذا إطلاقاً. توقفي، حان وقت الملصقات. أصدقاؤنا القطط يبدون أفضل بالصور. دعونا لا ننسى هذا. تلفزيون صغير لضيفنا الصغير. أليس هذا مثاليا يا قطتي؟ أليس هذا مثاليا يا قطتي؟ المعذرة، ادفعي الآن. 75 دولارا. سأعيدها. أوه، انتظري قطتي. فقط أسرعي. دولارات. أستطيع فعل شيء بها. سنضيف فقط بعض التحسينات. ها هي، رائع، حتى أنها أفضل من الأصلية. مهلا، ادفعي. 5 دولارات. تفضلي. حسنا، هيا لنخرج يا قطتي. أوسكار كفوفه متسخة. أو لا، أعتقد أنه يمكنني شراء أحذية له، أو يمكنني وضع البالونات على كفوفه. أحتاج فقط لأربعة بالونات. بعد ذلك سأقص هذا الجزء حتى تناسب كفوفه. لنرى كيف سوف تبدو. تبدو مريحة حقاً. سنغير الخطة لنشتري تلك الأحذية. هذا يبدو أفضل حقيقة. لنجربها. هل تعجبك يا أوسكار؟ يبدو أنها تعجبه كثيراً. مرحباً يا صديقي. هذه الرائحة. أوسكار، أنت نتن. أعرف ما سأفعله. أعواد الأسنان هذه سوف تعالج رائحة الفم الكريهة. خذها يا برعم. لذيذ. مرحبا يا جميل. أنفاسك لا تزال كريهة. لدي فكرة. سأضطر لتنظيف أسنانك يا صديقي. لا، عد. لدي بعض معجون أسنان الكلاب وفرشاة أسنان. تعال يا أوسكار، ابتسم. أحتاج لي، أوتش. أحتاج لي حل. لدي فكرة. انظري يا قطتي، أحضرت لك خيمة ويبدو أنها تعجبها. لكن لدي فكرة أخرى. سأصنع منزلا صغيرا بنفسي. نضع بطانية من أجل الراحة وبعض الزخارف والديكور. وها هو منزل قطة كبيرة ومتكامل. لنرى ما إذا كان سيعجبها. أعتقد أنها تفضل المنزل يدوي الصانع. الآن أين ربطة العنق تلك؟ أو لا، القطة دمرتها. حان الوقت لإنجاز بعض الأعمال. حقا؟ لا، لم تبي. تحتاج القطة للعبة خاصة بها. نعم، هذا تماماً ما أحتاجه. ممتاز، هذا يجب أن يصرف انتباهها.
هيا يا قطتي اذهبي للعب. ها؟ هيا. آه، لدي فكرة، لنصنع لعبة لها بأنفسنا. هيا يا قطتي امسكي. رائع، تمت المهمة. أوسكار، من فضلك توقف. لدي فكرة، يحتاج أوسكار فقط إلى الاسترخاء. مدلك الحيوانات الأليفة الكهربائي سيساعده هذا بالتأكيد. لنرى كيف يعمل. أليس هذا لطيفاً؟ تعال هنا يا أوسكار، انظر يا صديقي، أتريد بعض التدليك؟ نعم، هذا رائع. القطة تحتاج إلى تدليك أيضاً. أو لا، نفذت البطارية. من الجيد يمكن القيام بذلك يدوياً. نجرب هذا. أوه، يبدو أنها سعيدة بذلك. أوسكار يستحق بعض الطعام. انظر يا صديقي، خذ هيا. أوسكار غير مهتم. ماذا؟ لماذا لم يأكلها؟ لدي فكرة، انظروا ماذا أحضرت. سأخفي الطعام في الداخل، وسوف يتعين على أوسكار العثور عليه. لنجرب هذا. من يريد الطعام؟ هيا، تعال الآن واعثر عليها يا أوسكار. يا له من كلب مطيع. أعرف كيف أصنع هذا يدوياً. أولاً، سنحتاج إلى صينية فطائر. نملأها بطعام الكلاب، ونضع كرات التنس في الأعلى. يا أوسكار، أعثر على الطعام. يا له من كلب ذكي. هذه النبتة جائعة، إنها تأكل كل شيء حتى الفطر السحري. تعالي هنا. أمسكتك يا صغيرة. اسمعي، إنه يؤلم كثيرا. أبي ماريو للإنقاذ. فتاته الصغيرة تحتاج إليه، ولكن ماريو لديه سلاح سري معه، قطعة من مملكة الفطر. لا تزالين جائعة يا نبتة، إليك مكافأة. إنك تنسى شيئا يا ماريو، الطفلة ما زالت تعاني. ما هذا؟ نخر؟ أعرف ماذا أفعل بهذه الحقنة. لا 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 لا، أنا بخير. حسنا، ماذا عن برجر الشوكولاتة يا عزيزتي؟ هيا نستخرجها بالحقنة ونضع البلاستر الجميل. كل شيء على ما يرام. هل تشعرين بتحسن يا حبيبتي؟ كثيرا. هذه الفتاة الصغيرة لا تفكر في الخير، إنها تخطط لأسوأ استيقاظ على الإطلاق. كان يجب أن يخبئوا تلك الأشياء عنها. نعم، هي على وشك عبور خط النهاية. أي موضة أزياء قد ابتكرتها؟ استيقظ يا نائم. ماذا؟ بخاخ شعر؟ مقص؟ أو لا، شعري الجميل، لماذا أصبح قصيرا جدا؟ ماريو استيقظ. ماذا؟ تعتقد أنك أفضل الآن ماريو؟ انظر حاجبي. أنا قصصت حاجب أبي أيضا. سيتوجب عليك الانتظار حتى ينمو مجددا يا ماريو. في هذه الأثناء، وجدت الأميرة طريقة للحفاظ على الصغيرة مشغولة. ها هنا، انظري لهذا الرجل، هو لك تماماً. ياي، إطلالتي المميزة. بعض الضفائر، رائعة أليس كذلك؟ أي شعر غير شعرهم يا حبيبتي؟ قطرة خضراء تنزل من أنفه، يجب أن يكون ذلك نتيجة للإنفلونزا. احذري من هذا يا صغيرتي. هاتشو، جراثيم. أتساءل كيف يبدو طعمها.
حسناً، لن يدوم ذلك طويلاً. الأميرة بيتش بالبيت، هي لن تسمح بذلك. وبدأ البكاء. أرأيتم؟ ليس لأنها تريد إزعاجها، بل إنها حتى لا تستطيع التعامل مع هذه اللعبة ذات الرائحة الكريهة. لدي هدية لك، غطاء مرحاض سيحمي عصا المصاصة. هدية غريبة من أم غريبة، على الأقل الطفلة سعيدة. أولا، لقد أسقطتها في حمام القطة. إنه الوقت المثالي لاختبار الغطاء، لنرى. حسناً، أليست هذه مفاجأة سعيدة؟ أحسنت يا صغيرة. الأميرة وماريو بحاجة إلى بعض الوقت الخاص، ولكن ليس لفترة طويلة. جونيور يقفز على السرير بقدميه المتسختين. أبي، العب معي. جونيور، لا 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 ترش. أوه، أنا خارج. الآن يجب على الأميرة أن تتحرك. يبدو أن لديها خطة بالفعل. ظننت أنها لن تستخدم تلك أبداً. والآن سأضيف بعض الماء وكثيراً من الصابون. تعال هنا يا جونيور، هيا. إنه يدغدغ قليلاً. انتهيت يا أمي. لنرى إذا كان ذلك نجح فعلاً. إنه نظيف مرة أخرى. إليك هذا يا بني، نعال دافئة مريحة. قدماي على سحابة. أحسنت يا أمي. أنا مرهقة. الثقب تطور، ولكن بالتأكيد لم يتم ذلك بهذه الطريقة. لا، لا يوجد محترف يستخدم مطرقة ومسمارا لعمل ثقب. واو، لساني تنمل، أريد ذلك أيضا. يبدو أنها اتخذت قرارها. أمل حقا أن يكون أحد ما قريبا. لا أستطيع النظر إلى هذا، هذا سيء جدا. أو لا، أعطني ذلك. ماذا تعتقدين أنك تفعلين؟ ثقب. هل هذا لسان مزيف؟ لم أرى واحداً من هذا النوع من قبل. نعم، بإمكانك عمل ثقب به باستخدام مسمار. ياي، مهلاً، لم أنساك يا حبيبتي. هذه الخواتم المغناطيسية مثالية لك. هذه الفتاة بالتأكيد تبدو جميلة بهذا. تبدو كنجمة روك. أعجبتني. ماذا تفعلون؟ مرحباً أيها الأب. أوه، يا إلهي، انظر إلى لساني. أعتقد أنني سيء. هذا هو بالضبط ما أسميه مزحة عائلية. قد يتجادل الناس أن هذا غير صحيح، وهم على حق. مكان الدنيا ليس أبداً بجوار المرحاض. إذن ماذا سنفعل الآن؟ سأقول وداعاً لباربي. سأشتاق لك يا دميتي. لا يمكنني أن أصدق ذلك، إنه انتقام المجاري. مهلاً، هذه إشارة من مملكة الفطر. إنها نداء استغاثة. انظروا من هنا، أليس هذا سوبر ماريو نفسه؟ أراهن أن هذا السباك يمكنه حل الأمر. انطلق يا ماريو. اسمحي لي يا صغيرتي، ماذا فعلت في هذا المرحاض؟ هذه الشقراء أحدثت فوضى. هي بحاجة إلى تنظيف عميق حقا، وهي تنظف بشكل جيد. ماريو، ليس من العجب أنك رائع. لا يوجد خجل من الخوف من الظلام، لكن عليك أن تستمري أو قد تبلل ملابسك، وهذا ليس منظراً جميلاً. تجاهل كل ما يقوله عقلك لك، فقط حاول تجاهله. ماذا يحدث؟ هل أنت بخير يا صغيرتي؟ خلف الستارة يبدو مخيفاً جداً. أرأيتي؟ لا يوجد شيء هناك. دعي أفكر. مهلاً، لدي فكرة. فكرة ماريو تأتي من المجاري. هذا مؤشر جيد. إذا لدينا نبتة وفطر. حسناً، تابع. هذه نبتة خاصة. إنها تضيء. لن تكوني في الظلام مرة أخرى. هؤلاء الأطفال لديهم أحلام كبيرة، يريدون أن يصبحوا رسامين، ولا يوجد شيء خاطئ في ذلك حتى يقرروا أكل الدهان. الأميرة سوف تنفجر من الغضب. تقفز ببطء لتوقفها. إنقاذ رائع. أوف، ماذا كنت تفكرين؟ الأميرة أتت بفكرة رائعة. صنعت دهاناً قابلاً للأكل من خلط القشطة الطرية مع صبغة الطعام. الأطفال متحمسون جداً.
هم يرقصون بلا توقف. تريدين تجربته يا أمي؟ أريد قضاء حاجتي. هيا افتح. ماذا تفعل هنا؟ أيوجد شيء مخيف في الداخل؟ أوه لا، مصاصتي. رائع، إنها بنكهة الدكن إسكيمو الآن. يم. إنها متسخة، لا تأكلها. ماذا؟ ولكنها بنكهة الدكن إسكيمو. حسناً إذن، إذا كنت تعتقد أنها ستكون ألذ هكذا، انظر ماذا صنعت لك. رائع، هذا مذهل. رائع، يمكنني استخدام المرحاض الآن. ممتاز. أحضر شفاه سحري. كيف يبدو؟ داريوس يعجب به. رائع، يبدو لذيذا. كلا، أعطني ذلك، هذا ليس للأكل. لكني أريد تذوقه. إنه ليس طعاما. لا أصدق، كيف أشرح له؟ أها، سأستخدم أنبوب أحمر الشفاه الفارغ هذا وقطعة من شوكولاتة الحليب. تذوي الشوكولاتة أولا. ممتاز، وبمجرد الانتهاء نستخدم قطارة ثم نضعها في الأنبوب. أحمر شفاه بالشوكولاتة، خذ، يمكنك أكله الآن. واو، مذهل. انتظر لنجعل الأمر أكثر إثارة. أحمر شفاهي كبير، كل قدر ما تشاء. ياي، رائع، سوبر شوكولا. هذا مذهل. هيا. أولا، هذه ليست فكرة جيدة. أولا، مهلا، لماذا لا أقوم بتكديس هذه؟ وأجعل الأمور أسوأ. ها؟ هذا يبدو مؤلما، دعني أفعل شيئا، لدي أداة لذلك. لنبدأ. هذا مؤلم. حقا؟ ماذا تفعل؟ دعني أجرب شيئا. هذا قد ينجح، سأستخدم هذا كقفازا لقطف الشظايا. نجح ذلك. واو، يا لها من حركة ذكية. بالطبع. أولا، ما زالت تنزف. لنضع ضمادة سوبر ماريو هذه لتلتئم بشكل أسرع. ياي، أشعر بتحسن الآن. هل أنت مستعدة لجعل غرفتنا جميلة مثلك؟ لنضع هذه السجادة فائقة البياض هنا. ناعمة جدا. تستحق السعر. سعيدة لأنك اشتريتها. فزة أرضية. مهلا، انتبه لخطواتك. سجادتي الثمينة. لا لا. مهلا، انتبه. لدي فكرة. انقذ السجادة. واو، خداع جديد وسجادة جديدة ايضا. كان ذلك وشيكا. عناق النصر. قنبلة الحمام هذه رائعة. هذا الحمام سوف يجعلك تلمع. لنستخدم الشامبو العادية هذه المرة ونرى كيف سيعمل. أوتش، إنه يلسع يا أمي. توقفي. ستكون بخير. هذا غير جيد. مرحبا يا صديقي، أحتاج لمساعدتك. سأستعير هذه القبعة. حسنا، كلب مطيع. لنبدأ العمل الآن. قبعة ماريو يدوية الصنع. واو، أحسنت.
أحسنت، أنت رائع. أعرف ذلك. جاهز يا أبي؟ هيا بنا، لا يمكنك هزيمتي. راقبني. أوه، بدأت تمطر، لا يمكننا اللعب الآن. أشعر بالبرد يا أبي. أوه، حان وقت الإبداع، خمنوا ماذا سأفعل؟ ماذا رأيكم؟ رائع، ما أعطف على شكل خط النهاية، مذهل، يمكننا اللعب الآن. ها؟ يبدو ذلك مخيفاً، هل أتخيل أشياءً الآن؟ الوحش أو لا؟ من هذا؟ على مهلك، أنزل المصباح، هذا أنا، لماذا أنت عصبي جداً؟ ظننت أن هناك وحشاً. من؟ هذا. لا، ما رأيك أن نضع مصباحاً ليلياً؟ رائع، سأتركه هنا بجوار سريرك، تصبح على خير يا بني. مشع جدا، ذهب الظل، أستطيع أن أنام الآن. ما رأيك بدونات سوبر ماريو؟ آيس كريم سوبر. هل تقبل بهذا؟ طبعا، لم لا؟ هذا الأكثر مبيعا لدينا، يبدو لذيذا. لنذهب لنأكل هنا. يوم لذيذ، لذيذ جدا. أوه، لزج. ما هذا؟ كيف تجرؤ أيها الشقي الصغير؟ مهلا، اهدأ، يمكنني فعل شيء حيال هذا. لنستخدم هذا الدونت كحامل للآيس كريم، آمل أن تفلح. خذ، جربها، أتقبل بهذا كعربون سلام؟ لا، حسنا آسف، فقد دعاني لوحدي. واو، هذا الكثير من معجون الأسنان. أو لا، لا تأكليه. صباح الخير. ماذا؟ ماذا فعلت؟ واو، تلك الابتسامة بغيضة. لماذا فعلت ذلك؟ حسنا، حان وقت زيارة طبيب الأسنان. سأنظف أسناني. حلوة. نعم بالطبع، لنفس أعمق. هل هذا لسانها؟ أوه، هذا مجرد مقلب. أوه، حسنا، حان وقت تنظيف أسنانك، على طريقتي. واو، إنها باربي معجون الأسنان. غير معقول، ذلك رائع جدا. أخيرا أصبحت متحمسة لتنظيف أسنانها. أحسنت أيها الأب. أنا بحاجة ماسة للذهاب إلى دورة المياه. ماذا يفعل الغواص هنا؟ تقبل هذا، أي كائن غريب. ولا تعد أبدا. أولا، المرحاض مسدود. خطأ بابا. ماذا حدث؟ المرحاض أصبح فوضويا تماما. فهمت، لنطلق سلطتي. ها؟ الغواص يسرق مثلث ترايتون. ليس اليوم. باربي جديدة. نعم، هذه سنأخذها. حسنا، تفضلي حبيبتي. هوية بحر. من يختبئ في الظلال؟ إنها أرسلة. احتفظي بهذا الصوت لي. أنا بحاجة إلى شيء أولاً. لا، لا. نعم. وداعاً.
ماذا حدث؟ وحش. لنبحث عنه. لا شيء. أراهن أنني يمكن أن أواسيك. حسناً، ولكن هذا أنبوب بلاستيك. لنضع باربي حورية البحر في الداخل. أوه، إنها مصباح. خذيه. أوه، شيء آخر. يمكنك التحكم في الضوء. رائع. شيء آخر. لنضع توتاً هنا. تفضلي. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة للحوريات وجميع وحوش البحر. الكثير من المكياج، لكن لدي شعور بأن فنانة المكياج هذه صغيرة جداً. نعم. توقفي، إنها ليست صالحة للأكل. يبدو أحمر شفاه هذا لذيذاً. ماذا؟ لا، توقفي. لماذا تفعلين ذلك؟ لا بأس يا صغيرتي. آه، أنا أعرف. لنأخذ بعض الشوكولاتة البيضاء وملون الطعام ونذوبها في هذه الغلاية. الآن أنبوب أحمر شفاه فارغ. نملأها بالكتلة المذابة. أتريدين تجربة أحمر الشفاه الجديد الذي اشتريته؟ أو نعم. بالطبع أكلته على الفور. أحمر شفاه لذيذ يا أمي. رائع. لماذا تضعين كل شيء في فمك؟ أوه، لماذا لا نحاول تغيير شكل أرييل؟ حسناً، لنحاول. جميلة. لا مزيد من المكياج المستهلك. وقت اللعب. أولا، يجب أن أخرج باربي. لمست قنفذ البحر. بسرعة، الأم في طريقها للإنقاذ. ماذا؟ لا، انتظري. عشائي يمكنه المساعدة أيضاً في التخلص من الشوك. أوتش. حسناً، انتهينا. الآن دعينا نضع هذا الضماد المخصص لك. فجأة أشعر بتحسن. بالطبع تشعرين بذلك. من هو جراد البحر الجيد؟ لن أود أن أفعل ذلك. أولا، أمي. توقفي عن التحرك. يا لها من لؤلؤة ضخمة، لكن حورية البحر هذه مهتمة بشيء آخر، الحلوى. لكن هذا لزج للغاية. مقرف. الأم تجري عملية جراحية. أوه، أستطيع تنظيف يدي على معطف المختبر الخاص بها. ماذا؟ إيو. لا، أرني يديك. حسناً، أنا أعرف. توقف عن النوم على المرحاض. أحتاج لاستعارة هذه الأحذية. أوه، لنضع كل شيء جانباً. هذه الأحذية العملاقة هي كل ما نحتاجه. نعم، هذا صحيح. نرش بعض رغوة التنظيف فيها. الصودا من أجل الفقاعات، وبطبيعة الحال بريق لجعلها جميلة. حسناً، الآن ضعي يديك بالداخل. رائع، أحب اللعب بالرغوة. الكثير من المرح. أنا ذكية جداً. يا إلهي، إنها نظيفة للغاية. رائع. شكراً يا أمي. أخيراً، بعض السلام والهدوء. حسناً، لا بأس. أوه، ماذا كان ذلك؟ طفلتك الصغيرة تجعل السرير متسخاً. ليس اليوم يا آنسة. أولا، قفي هنا. ما هذا الذي علق في ذيلك؟ أراهن أنني أستطيع استخدامه. أوه نعم،
حسناً، لدينا أنبوب طويل، ولكن ماذا سنفعل به؟ أوه، هذا! مرحباً أثينا! هل هو؟ نعم، إنه يستخدم هذا الأنبوب لملء حوض السباحة. دعوا المرح يبدأ. من أين أتت هذه السمكة الصغيرة؟ لا أدري. لنجعل هذا الحجم ضخم. تبدو شهية. نم 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 نم. أتودون تجربتها؟ اتركوا إجابتكم في التعليقات. أوه نعم. مرحبا. أوه لا، لا يسمح بالحيوانات الأليفة. حسناً، هيا يا عزيزي. أوه، الكلب ذهب. مرحباً. مرحباً. لا، لا يسمح بالحيوانات الأليفة. انتظر، انظر. إنه ليس كلباً حقيقياً. دا. تفضلي. ولكنه كان كلباً حقيقياً. هو؟ أوه، توقف يا صديقي، لا يسمح بالحيوانات الأليفة. ما خطبه؟ أوه، هناك، هناك. مهلا، أنت، أخرج، أخرج، وداعاً. مرحباً. مرحباً. لا؟ ألديك أي حيوانات أليفة؟ لا، هاتشو. أوه، حسناً، سأفحصك. كل شيء على ما يرام. ادخلي. نعم، أنا دش. حسناً، ليس لديك أي حيوانات أليفة؟ أولى، يجب أن أفحص. ماذا هناك؟ لا، لا، انتظر، أنا عارٍ. أوه، حسناً. ادخل إذاً. مرحباً. مرحباً. أتريدين أن تري شيئاً؟ تدا. هذا مجرد عنكبوت دش. أوه، توقفي. لا يسمح بوجود حيوانات أليفة. ليس لدينا أي حيوانات. سأفحصك. حسناً. ماذا هناك؟ لا أعرف. كيف يعمل هذا؟ أوه، هناك ديدان في الدماغ. أوه. حسناً، سأخذكما. لندخل. مرحباً. ما الخاطر؟ مرحباً، زيون جميل. أنا حلوة، ولكن يجب علي التحقق منه. لنفجرها. كانت ممتلئة بالماء. مرحبا. أوه، لنخرج هذا الصديق.
لطيف جدا. مرحبا مرحبا، لا يسمح بالحيوانات الأليفة. أجل دعني أفحص. حسنا يمكنك الدخول. مرحبا. مرحبا. حيوانات أليفة؟ لا. أتريد أن تجرب؟ هل يمكنني؟ إنها ممتعة. ماذا هناك؟ ها؟ سلحفاة؟ آسفة. خذيها واخرجي. حسناً. جلبت الساحرة فزاعة إلى الحافل. مرحباً، هل لديك حيوانات أليفة؟ أوه هذا؟ إنه غير حقيقي. ها هو، انظر. حسناً. أوه، يبدو أن الفزاعة أكثر سعادة برفقة الأرنب. رائع. حسناً، ادخلي. شكراً لك. الآن نضع هذه القبعة عليك يا عزيزتي. أوه، الفزاعة عاشت، وكذلك الأرنب. يا له من ساحر. مرحبا. لديها أرنب. لا لا، لا يسمح بالحيوانات الأليفة. أوه، سأتركك هنا. وداعا. مرحبا. مرحبا. يجب أن أفحصك. حسنا. هل يمكنني أن أفتحه؟ نعم. ادخلي ادخلي. تعالي إلى هنا. افتحيها. يا إلهي، إنه هامستر. الحفلات أكثر متعة بكثير مع وجود الحيوانات الأليفة. مرحبا أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعا للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.